ايه غول؟ الله، انا مش فاهم ايه اللي انت بتعمل. هو انت ناوي تحلق لنا بجد ولا ايه؟ احلق لك ايه يا عم ماهر؟ غير ايه يا اخوانا؟ الفلوس دي لغرض تاني خالص. انت بتقول ايه يا غول؟ الفلوس فلوس. لا، الفلوس سلاح، وانا دلوقتي بقى معايا نفس السلاح اللي مع زهير. وزي ما الحديد ما يفلوش الا الحديد، الفلوس برضو ما يسدش قصادها غير الفلوس. وانا دلوقتي بقى معايا نفس الظهر اللي مخليه ما يتضربش على بطنه. مين زهير ده يا عم درويش؟ انت مالك يا شاب؟ مين زهير؟ ما تاكل يا شاب، كله. انت ساكت يا ابني. ما باكل اهو. تليفونك بيرن اخويا. اه، بعد اذنكم. اتفضل. ليه بتحب طبع اكتر من طبع؟ انت مين يا ده انت؟ اه، ايه ده؟ بياكل الجاتوه بتاعنا الابو اللي جابك. هو معاك رجل يا اخي بقى. ايه انت نمت ولا ايه؟ يا سيدي بالهنا والشفا. شكرا. انا بس بكلمك عشان اقولك ان الماستر بتاعي عايز يقابلك ضروري. قصدك يعني الراجل اللي بيشتغل جوه مجموعه امجد الديب؟ لا معلش معلش بقى، انا دلوقتي ما بقابلش غير اللي انا عاوز اقابله وبس. بص انا مقدره ظروفك، بس هو معاصلك معايا وانا مش عارفه اقنعه بحاجه بصراحه، فممكن انت لما تقابله تعرف تفهمه. طب ايه يعني؟ يعني انت مش ماليه ايدك منه؟ مطمناله يعني؟ يا ستي انا عارف انه مصدر موثوق منه، عارف ده كويس قوي، بس انا احب اتاكد، احب اطمن. طب سيبيني بقى كده ارتب نفسي وارد عليك بكره ان شاء الله. بالسلامه ست الكل. نبرتوا فيها؟ ادي اول المصاريف. خير نرجس؟ عيني. عاوزين نأجروا عربية حلوة. يا صباح الفل على البلابل. لو عاوزين تروحوا الماريلاند انا معايا عربية. ليه يا عم انت فيه؟ انت مين اصلا؟ انا سبانش بوب، بس لبس الاصفر بيتغسل. دي الامارة. يلا يلا تيأسوش. ايه يا استاذه؟ ما بتاكليش ليه؟ مكسوفه؟ الحقيقه احنا مش جايين ناكل. انا عايز اعرف انت عايز ايه بالظبط من سلوى ووصلت لها ازاي؟ مصطفى استنى انت. سيبيه سيبيه، من حقه يعرف برضه. وصلت لها ازاي؟ دي يا براسه مش من الصعب انك تدور على جوهره في كوم زباله وتلاقيها. والمواضيع اللي كانت بتكتبها من غير مؤاخذه يعني الاستاذه سلوى عن امجد الديب كانت عندي انا اهم من الجواهر كلها. انا بقى عاوزها ليه او عاوز ايه يعني؟ اكيد انت عارف والا ما كنتش جيت. ايوه بس مش عارفين انت عايزه ليه. انا جاوبك يعني بطريقه مختصره وهتفهمها على طول. الظرف اللي خلى امجد الديب بنفوذه وهيلمانه هو نفس الظرف اللي خلى درويش الهربان الارهابي اللي الناس كلها بتخاف منه. وبعدين بقى يعني انا ما تخافش مني، انا لو نيتي وحشه ما كنتش اكل معاك عيش وملح. صح؟ اتفضل. انتوا صحاب من زمان؟ احنا نعرف بعض من ايام الجامعه يعني، بس هو اكتر واحد انا بثق فيه يعني، سرنا مع بعض. واضح من غير مؤاخذه يعني انكم اكتر من صحاب. انا برضه بقول كده. ركز في ام الطبقه اللي انت فيه، ركز في ام الطبقه اللي بتاكل منه. مدام في ضيوف مستنيين حضرتك في الريسبشن. طيب شيل الحاجات دي. حاضر. اهلا وسهلا، اتفضل. امن وطني وطارق مال ومال الكلام ده؟ تلاقيش يا مدام نعم، احنا لولا ان الباشمهندس طارق كان قافل التليفون وما لقيناهوش في مكتبه ما كناش جينا له هنا. احنا هناخد منه كلمتين بس. ايوه عشان ايه ده كله؟ عشان حضرتك احنا بنحقق قضيه بتاعت واحد متهم اسمه درويش عبد الرب،
وبالتحريات اكتشفنا ان درويش دوت بيتردد على الشركه بتاعت الباشمهندس طارق اكتر من مره. طب افرض ان ده حصل، يعني هو انتوا بتحققوا مع كل واحد على اتصال بدرويش ده؟ يا فندم احنا عارفين ان الباشمهندس طارق مش مدان في حاجه، كل حكايه ان احنا عرفنا ان اللي اسمه درويش ده كان مسجون مع ابوه فضل سيد الغول من 20 سنه، قلنا يمكن الباشمهندس طارق يكون عنده اي معلومات تفيدنا. طيب انا هجيب الموبايل واتصل بيه. أستاذة سلوى بتقول إنك مصدر معلوماتها عن أمجد الديب بحكم يعني إنك بتشتغل جوه شركاته. أيوه في كلام كتير بيتنطر وبيوصل لموظفين كتير كمان، بس في الآخر كله عايز ياكل عيش. طب يعني برغم وسخاته دي كلها محدش قادر يكشفه؟ كلام كتير بس فين الأدلة؟ في النهاية مصطفى مجرد موظف في السيلز، أكيد الموظفين اللي تحت ايديهم حاجات زي دي زبالة زي اللي مؤتمنهم على بلاوي. عندك حق، ده غير كمان اللي حاطط قدامه ستارة حديد بتشيل عنه كل البلاوي، المحامي بتاعه فريد مدكور أكيد تسمع عنه، ده بقى اللي بيستف له ورقه وبيظبط له كل شغله من تحت الترابيزة، وقت اللزوم كمان يخلي له حرام حلال وباطل حق. طب سيبك انت بقى من القانون والورق والأدلة، يعني وساخة أمجد الديب دي في السوق ما بيربيش عداوة، ما بيأذيش منافسين، ما فيش حد بيقض فيه، كل اللي حاولوا يقفوا في طريقه عارف يزاحهم. أنا عندي حكايات كثيرة جدا عن الموضوع ده بس للأسف ما عرفتش أنشرها. حلو قوي كده، بقينا احنا في السليم. اتفضل. أنت بتفكر في إيه بالظبط؟ هقول لك بس بعد ما تاكل الجمبرياية دي، كل الجمبري ده. ويعرف مين يا ابني ناهي الوديدي دي؟ يا ابني انت ناسي ان احنا واحنا بنراقبها اكتشفنا ان هو راح لها المكتب قبل كده. انا اسفه جدا اتاخرت عليكم. لا يا فندم ولا يهم حضرتك. على فكره فعلا انا جربت كذا مره موبايله مقفول. احنا اسفين يا فندم على التوتر اللي سببناه ده، بس يعني كل حاجه كانت مجرد دردشه. انا فعلا مرتبكه ومتوتره جدا وليا رجاء عندكم. امور يا فندم. يا ريت طارق ما يعرفش حكايه سجن والده. يعني ايه يا فندم؟ مش فاهم. هو ما يعرفش ان والده كان مسجون؟ لا مش كده، لا هو عارف بس ما مش عارف بتهمه ايه. اصل لما والده اتسجن كان طارق لسه طفل، ما كملش 3 سنين، وقلنا له ان هو كان معتقل سياسي عشان يقدر يكمل حياته في المجتمع من غير ما يتحرك. على فكرة انتوا معلوماتكم مظبوطة، طارق فعلا كان يعرف درويش. لما حصلت حادثة الوزيرة هو فاجئني بالمعلومة دي، بس ما كانش يعرف ان هو مجرم ولا هربان من السجن، هو بس كان بيروح له الشركة وده كان كل التعامل اللي كان ما بينهم. معلش هطلب منكم تاني، يا ريت طارق ما يعرفش اي حاجة لان ده ممكن يدمر حياته. ايه